Ladies and gentlemen, welcome. أهلا بكم في القناة. معاكم دكتور البيتكوين. النهاردة عندنا حلقة سريعة جدا هنتكلم فيها على حاجتين بس. الخبر اللي كل الناس عارفاه بتاع إيلون ماسك النهاردة. وهنتكلم على تكنيكال أناليسس. هوريكو تشارت. فاكرين الوايكوف تشارت لما قلت لكم إن البيتكوين هينزل ل 30 ل 31 ألف ولما شفنا التشارت وقسناها قلت لكم يمكن ينزل ويمكن ما ينزلش، إنما للأسف هو نزل ومشي على التشارت دي بالظبط. في نفس التشارت دي اسمها وايكوف تشارت بس اكيوميليشن فيز، يعني العكس، يعني المفروض ان احنا نطلع. هنشوف التشارت دي النهارده، هنتكلم على الخبر بتاع ايلون ماسك وتكنيكال اناليسز. ان از اولويز لايك اند سبسكرايب للقناه علشان تبقى اب تو ديت بالنسبه للعملات الافتراضيه كلها. وزي ما تعودنا يلا نبتدي. Ladies and gentlemen, welcome لحلقة النهاردة. النهاردة عندنا a very short episode لأنه بصراحة ما عندناش أخبار كتيرة، والسوق النهاردة كمان مش مبشر. السوق النهاردة واقع مع أنه كان عندنا مبارح أخضر وأول مبارح أخضر، وكان بيتكوين تقريبا وصل لأربعين ألف دولار. إنما النهاردة في تويت حصل من إيلون ماسك نزل السوق 2000 دولار. طبعا يا جماعة الكلام ده مستحيل يحصل. إيلون ماسك النهاردة هنشوف في الأخبار نبه على انه he will break up، هيفسخ العلاقه بينه وبين البيتكوين. تمام، ده الخبر بتاع النهارده اللي هو اهم خبر النهارده وتقريبا ما فيش غيره. دي التويتايه اللي نزلها، حط هاشتاج بيتكوين وحط قلب مكسور وحط اتنين بيسيبوا بعض. اوكي، ده باختصار شديد. فهو يعني قلبه اتكسر من بيتكوين فهيسيبه وهيخش في دوج كوين وهيبتدي يفكر يخلي المايننج بتاع الدوج كوين يبقى احسن بكتير من المايننج بتاع البيتكوين، وهيشغل الشركه بتاعته بتاعه الطاقه الشمسيه بتاعه الخلايا الشمسيه هيشغلها للدوج كوين مش هيشغلها للبيتكوين. هو الراجل ده مصمم ان الدوج كوين ده يبقى الرقم واحد في العالم. طبعا ده عمره ما هيحصل لانه في عدد لا نهائي من الدوج كوين بيتنجم كل يوم، انما البيتكوين له عدد محدود، الإثيريوم له عدد محدود، وهكذا. الأعداد المحدودة دي هي اللي هتفضل سعرها بيزيد سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة. إنما عملة في منها كتير وبيطلع منها كل يوم للأبد. طب أنا خليني على الدولار أحسن. فكر أنت لو الدولار الأمريكي ده أنت حولته لعملة افتراضية، ما هو نفس الفكرة بالضبط زي وزي الدوج كوين. فده باختصار شديد بالنسبة للخبر بتاع إيلون ماسك. إيلون ماسك تاني أرجع أقول لكم زي ما قلت في حلقة من الحلقات اللي فاتت، يحلم إنه يبقى هو عنده الباور إنه ينزل السوق. أوكي، هو ما هنقول إنه في ناس لما شافت إيلون ماسك اشترت معه، والناس دي لما شافته بيلمح على إنه حيبيع باعت معه، فالسعر النهاردة وقع من 2000 ل 4000 دولار. ده الخبر الوحيد بتاعنا اللي موجود النهاردة ومش هديله أي أهمية. السوق عندنا طبعا واقع أحمر، مش هخش في تفاصيل، بس يعني برضو مش مدبحة. أكتر حاجة واقعة 6% و5% مش أكتر من كده. أوكي، يعني ممكن بوجه عام أقدر أقول إنه إحنا ماشيين بالعرض مع نزلة بسيطة. البيتكوين لما ينزل 2000-3000 دولار ده يعتبر ولا حاجة. كان ب65000 دولار ونزل ل30000 دولار، نزل 50%. لما ينزل 1000-2000 دولار ده nothing. بالعكس دي فرصة كمان كويسة. وحنشوف هو نزل ليه، مش عشان إيلون ماسك نزل تويتاية. الناس اللي باعت معاه أوكي ويلكم، باعوا نزلوا السوق يمكن 1000-2000، إنما إحنا متوقعين من الشارت اللي هوريها لكم في آخر الفيديو مع التكنيكال أناليسز، متوقعين إنه سعر البيتكوين ينزل. أوكي، فده بالنسبة للماركت النهاردة كله أحمر في أحمر. باينانس رجع تاني بقى رقم 4، مع ان كاردانو كان ماسك امبارح واول امبارح رقم 4. دوج كوين بقى رقم 6، كاردانو بقى نزل بقى رقم 5، والفرق بينه وبين باينانس نوعا ما كبير. الفرق بينهم حوالي 5 بليون دولار راس المال بالنسبه للباينانس وراس المال بالنسبه للكاردانو. اوكي، دوت بقى رقم 8، يوني سواب بقى رقم 10، تشين لينك 13، لايت كوين 14، وهكذا. اوكي، تعالوا بقى نخش على طول في الشارت اللي انا وعدتكم بيها واللي انا اصلا عامل الفيديو ده عشانها. يلا نشوف الشارت دي ايه. لايك اند سبسكرايب القناه، خلي القناه تكبر عشان كل ما انت عملت سبسكريبشن للقناه كل ما ناس كتير جدا شافوها وناس كتير جدا استفادوا وهيستفيدوا ان شاء الله. لو تلاحظ احنا اي عمله بنجيب سيرتها تاني يوم او تالت يوم بالكتير بتطلع 20 و30 و40%.
انا ما بتكلمش على كل العملات اللي موجوده في السوق، احنا بنلعب على العملات المضمونه. العملات اللي مش مضمونه او اللي فيها هاي ريسك طبعا انت بتاخد الريسك لو عايز تشتري منها، انما احنا دايما بننصح بيها عملات مضمونه وبمكسب ان شاء الله باذن الله مضمون. Don't forget to like and subscribe القناه. فاكرين في حلقه من حلقات بتاعت رمضان لما اتكلمنا على تشارت اسمها الوايكوف تشارت؟ فاكرين التشارت دي لما قلنا لكم ان هي تقريبا ممكن تنزل البيتكوين ل 30 31 الف؟ فاكرين التشارت دي؟ الناس اللي متابعه وعامله سبسكريبشن طبعا عارفين التشارت دي وشافوها، وكنا متوقعين وعرفنا وقسنا وقلنا احنا هنا وقلنا احنا هنا وعملنا كل الكلام ده، قلنا احنا هنا وقعدنا نقول البي سي والاس تي والكلام ده كله، ونزل فعلا بيتكوين ل 30 الف. اوكي، بس مش دي التشارت اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، دي اسمها الديستريبيوشن تشارت. ديستريبيوشن يعني توزيع، انما التشارت اللي احنا بنتكلم عليها النهارده اسمها الاكيوميليشن تشارت. اهي العكس تماما عن التشارت الثانيه. اكيوميليشن يعني تحويش، يعني تحويش. طيب تعالوا نعمل تكنيكال اناليسس. هناخد احنا الصوره دي نصغرها كده نص الشاشه، اوكي، ونقارنها بالتكنيكال اناليسس في الناحيه اللي جنبها. نعمل شويه زوم. بصوا بقى، اولا المثلث بتاعنا لسه ما انكسرش، يعني هو امبارح عمل حاجه اسمها فيك اوت، فيك اوت، وبعدين مع الاخبار بتاعت النهارده المفروض ان هو وقع الوقعه دي، بس رجع عمل باونس تاني، نط تاني من تحت المثلث. دي حاجه طبعا تعتبر كويسه انه في سبورت، ان اللو بتاعنا اللي احنا شايفينه ده اعلى من اللو اللي فات واعلى من اللو اللي فات واعلى من اللو اللي فات. This is good news. Higher highs, higher lows. يعني كل لو بيقع بيبقى اعلى شويه من اللو اللي قبله. طيب تعالوا نشوف الشارت دي. بصوا اول نزله 1 2 3 عند البي اس. اوكي تعالوا هنا، انا هحاول اقفل لكم دي. اوكي 1 2 3 عند البي اس. اوكي بعد البي اس حصل الدروب الجبار ده لغايه الاس سي، ادي اهو بعد البي اس الدروب الجبار لغايه الاس سي، تمام. وبعد كده عمل هرم اولاني وهرم تاني كبير. اوكي ادي الهرم الاولاني وادي الهرم التاني الكبير، تمام. اهي وايكوف تشارت اكيوميليشن فيز، اهي الهرم الاولاني الهرم التاني مع الوقعه الكبيره. اوكي طبعا مش مرسومه بالظبط. بعد كده عندنا ثلاث اهرامات 1 2 3. طيب فين الثلاث اهرامات بتوعنا المره دي؟ 1 2 3. بعد كده وقع جامد بعد الهرم الثالث زي ما محطوط في التشارت دي بالظبط، وقع جامد بعد الهرم الثالث. وبعدها جالنا هرمين صغيرين، ادي الهرم الاولاني وادي الهرم الثاني. وبعدها جالنا الهرم الكبير ده لغايه ال بي اس مع الوقعه، ادي الهرم الكبير وادي ال بي اس مع الوقعه. يعني بيتكوين بدل ما كان المفروض انه هيكسر المثلث ده من هنا، لا احنا هنأخر التاريخ شويه وهنخليه هنا. يوم الاثنين الجاي، يوم الثلاث الجاي اي ثينك، اذا مش قبل كده، اذا مش يوم الحد في الويك اند، بيتكوين هيتجه الى هذه الاتجاهات، يا فوق يا تحت. اي دونت ثينك انه هينزل تحت، اي ثينك انه هيطلع فوق. وهو ده السبب اللي خلى سعر البيتكوين النهارده ينزل، مش الاستاذ ايلون ماسك. ايلون ماسك يحلم لو عنده مثلا 1000 محفظة اشتروا لما هو اشترى، باعوا عشان هو لمح انه هيبيع، اوكي مش مشكلة، يا نزل السعر 1000 2000 دولار. انما زي ما انتم شايفين، وبعد كده ممكن تعملوا في الجوجل سيرش تكتبوا الاكيوميليشن وايكوف تشارت او الاكيوميليشن وايكوف ايفنت، هتطلع لك التشارت دي، تمام. اتفرج انت على التشارت دي وقسها بالوقت اللي احنا فيه. شايفين الوقعة مبتدية من فين؟ شايفين هنا الوقعة مبتدية من فين؟ شايفين الريكفري طالع لغاية فين؟
ريكفري طالع لغاية المكان بالظبط اللي احنا بنقول عليه ده، لغاية $50,000، من 50 ل $51,000 الأيام الجاية دي، الأيام الجاية دي. وزي ما بنصح الناس دايما، انت مش خسران حاجة لو انت بتحط $100 في الأسبوع، مش خسران حاجة لو انت بتحط $100 كل أسبوعين، مش خسران حاجة لو بتحط $100 كل شهر. يا ده بالنسبة لحلقة النهاردة، مختصرة مفيدة، فيها خبر واحد، فيها الشارت دي مهمة جدا جدا جدا، كان لازم أنبهكم عليها علشان إحنا متوقعين إنه بيتكوين يطلع، وزي ما شفنا في التكنيكال أناليسز المثلث لسه شغال، حتى الباونس بتاعه طلع من على الخط اللي تحت. بليز لايك اند سبسكرايب للقناة، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. وأز أولويز جايز، أز أولويز زي ما تعودنا، باي. لو انت ليك في التريدينج وبتحب تعمل تريدينج وعندك خبرة في التريدينج، انا بنصحك بيه منصة فيميكس، استعمل اللينك بتاعي اللي موجود تحت، هيدولك $100 هدية لما تودع اي مبلغ عندهم عشان تعمل بيه تريدينج. ممكن تعمل تريدينج بال$100 دي، لو كسبت بيها اوكي، لو ما كسبتش بيها يبقى انت ما خسرتش حاجة، ترجع تسحب فلوسك تاني. وبرضه في منصة تانية اسمها بايبت، لو انت عايز تخش مسابقة تريدينج، قدامهم 4 ايام والمسابقة تقفل. لغاية دلوقتي عندنا 7000 مشترك، طبعا بيزيدوا يا جماعه كل يوم، وكل ما زادت المشتركين كل ما زادت الجائزه. الجائزه كانت $60,000، دلوقتي بقت $150,000. برضو في لينك استعمله تحت، عشان لما تستعمل اللينك بتاعي هيدولك $100 هديه لما تفتح حساب عندهم using my link. لو انت مش عارف تشتري بيتكوين، ايثيريوم او لايتكوين في الشرق الاوسط عشان بتترفض الكروت بتاعتك من البنوك الاوروبيه والامريكيه، جرب محفظة رين ومنصة رين، بس بعد ما تشتري منها اسحب فلوسك منها حطها في مكان آمن. استعمل اللينك بتاعي موجود تحت لمنصة رين أو محفظة رين، هيدولك $80 لما تشتري أي عملة من الثلاثة دول أو من الأربعة دول.